فيفا نزلت تشكيلة السنة أفضل 11 لاعب لسنة 2021، مش عاملينها كمان بخطة 4-3-3 العادية، لا 3-3-4. فالنهاردة هنخش نجيب التشكيلة دي من المديرين الفنيين وبعدين هنعمل التشكيلة دي. أوكي، كان عندنا كونتي بيلعب بثلاث مدافعين، ثلاثة خط نص، كان نشوف المدربين التانيين. أوكي ثواني ثواني، والله خطته حلو، خطته هي الخطة اللي أنا عايزها كده. برافو عليك. ار ام اف و ال ام اف و اي ام اف و سي ام اف، ممكن تخلي السي ام اف ده اي ام اف برضه عادي. اوكي فاوكي، تقريبا ده المدرب اللي احنا هنختاره، مش هنختار كونتي، ده المدرب اللي احنا هنختاره. خلينا نتعاقد معاه ب 4,000 جي بي، خلينا نجيبه والله للتشكيله، نعمل تشكيله جديده ونجيب تشكيله السنه اللي هتكون بثلاثه دفاع، لان على طول بلعب بتشكيله يورجن كلوب. النهارده هنلعب بتشكيله الثلاثه دفاع زي ما انتم شايفين، دي التشكيله اللي بعون الله سناتي بها وسنفعلها في هذا اليوم. شكلها تشكيله عالميه يا جدع، ممكن تكون هي دي تشكيلتي الاساسيه. فوق خلينا نعمل التشكيله. يلا يا السيدات والساده، في حراسه المرمى اكيد 100% المنتقل من الميلان الى باريس سان جيرمان، الحائز على جائزه اليورو، افضل لاعب في اليورو مش افضل حارس، اللي هو جيلويجيو دوناروما. دون على طول يلا. اوكي انا هقول رايي عن كل لاعب اختاروه في تشكيله السنه. دوناروما يستاهل، اه بس مندي كان يستحق اكتر منه، لو مندي كان جنسيته حاجه تانيه في اوروبا كانوا هيختاروه 100%. فعندنا ثلاث مدافعين برضه اختارهم في تشكيله السنه، فمن هم؟ الثلاثه قلوب دفاع. اول واحد على اليمين اختاروه، او خليه هو شمال اصلا، فخلينا نجيب اول واحد على الشمال اختاروه، اللي هو النمساوي اللي عمل اداء يعني مش بطال في اليورو، اللي عمل اداء مش عارف والله الصراحه، انا مش عارف هم اختاروه ليه الصراحه، انا لا ادري هم اختاروه ليه، لكن اتلينا النمساوي العالمي المنتقل من بايرن ميونخ الى الريال مدريد، اللي هو ديفيد الابا. اتهن على طول، انا ما اعرفش هم اختاروه ليه كافضل مدافع. الله وانا مالي يا لين، كان ممكن يخلوها حاجه ثانيه ما اعرفش، لكن خلينا نجيب اللي بعده اللي هيكون في النص. النص هيكون مانشستر سيتي، انتقل ولا لا؟ ما انتقلش، هيكون برتغالي. ايوه هيكون برتغالي، هيكون روبن دياز. قلنا على طول يلا ابو روبن دياز. طبيعي كانوا يختاروه، لان انا اخترت برضه تشكيله السنه وما قلت ان انا مش مقتنع بيه، لكن غصب هيختاروه لانه خد اليورو زي دوناروما. هات لنا على طول اللي ما انتقلش من اليوفي، اللي ما عملش اي حاجه في اليوفي، اللي ما حدش عارف له عمل ايه في، ما حدش عارف اصلا عمل ايه في اليوفي، لكن عمل في اليورو. فات لنا على طول الصخره بونوتشي، اتهن على طول. يلا الله يخرب بيت الكوره على اللي اخترع الكوره على اللي دخل. اوكي في مركز الارتكاز الصراحه انا عايز احط الفرنسي، لكن في اللعبه مخليهم مركزه سي ام اف، فانا هخلي الفرنسي سي ام اف. والايطاليانو برضه عندنا ثلاث ايطاليين لحد دلوقتي، واتوقع ان هو اخر ايطالي خلاص، اللي هو اللي كسب اليورو وكسب دوري ابطال اوروبا، واتوقع ان دي اخر مره او ممكن ثاني اخر المره ما قبل الاخيره انا هنحطه في تشكيله، بعدين هننساه جميعا، اللي هو الايطاليانو اللي بينط قبل ما يشوط، عشان كده خد الجوائز دي كلها، اللي بينط قبل ما يشوط، اللي هو مين؟ اللي هو الايطاليانو جورجينو الماما ميت. قلنا على طول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اوكي محتاج اظبط تناغم كل اللعيبه دي، لان بونوتشي تناغم 24، لا تناغم 48، 47، 47، 1، لازم اظبط التناغم، لاني لو لعبت ساء جلد وجلدا غير طبيعي. اوكي في مركز السي ام اف، اكيد انا قلته من شويه، برضه بيلعب في تشيلسي بس فرنسي، قصير، مكير، عالمي، مدمر، صاحي، ماحق، رجل شجاع كبير، اللي هو مين؟ اللي هو اللي نجولو كانتي. لا 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 لا، تهن على طول. الله فاضل واحد بس، واحد بس، وهذا تكتمل تشكيله خط النص، وهيبقى لنا الاربعه الهجوم. برضه عندنا السبعه اللي كان المفروض يكونوا موجودين، والسبعه دول انا اللي عاملهم باختياري انا، اللي كانوا المفروض يكونوا موجودين في تشكيله السنه، اكيد كلنا عارفين مين اللي كان يستاهل يكون موجود، اكيد 100% الاي ام اف. انا سايبه ليه الاي ام اف؟ انا سايبه عشان الكي دي بي كيفن دي بروين. قالت لنا على طول كيفن، يلا يا جدع دي بروين على طول. تبقى اربع مراكز، اربع مراكز هم عاملينها بطريقه الصراحه مش عارف هتظبط ولا لا، لان هلاعب دار ام اف ازاي وال ام اف ازاي، انا لا ادري الصراحه، انا لا ادري. لكن في مركز راس الحربه هو اللي خد الجائزه، جائزه ذا بيست، وهو اللي كان ممكن ياخد الكره الذهبيه، اللي هو
البولندي الحائز على دوري ابطال اوروبا وهداف دوري ابطال اوروبا اللي هو مين؟ اللي هو هداف سنة 2021 اللي هو من بايرن ميونخ ليفاندوسكي او ليفاندوفسكي. هن على طول خط النص الصراحة انا ما عنديش كلام عليه. خط النص يمكن هو خط النص اللي يقدروا يختاروه حاليا، لكن في راس الحربة، وراس الحربة ما اعرفش هم اختاروا لي الصراحة بدري عليه قوي، بدري عليه جدا جدا جدا، لكن هم اختاروه وادام اختاروه فانا هحطه في تشكيلة السنة. اللي هو مين؟ اللي هو من الدوري الالماني برضه، منين؟ من الدوري الالماني، من عدو بايرن ميونخ الاصفر البروسيا دورتموند النرويجي هالاند. هاتهن على طول. والله لو انتم ملاحظين، لو انتم ركزتوا ولاحظتوا هتلاقوهم جابوا الدوريات الخمسة الكبرى كلها في التشكيلة كلها. بني يمكن عشان كده جابوا دافيد ألابا عشان الدوري الأسباني، بس كان ممكن يحطوا بنزيما بدل هالاند، كانت هتبقى مقنعة أكتر بالنسبة للجميع. لكن عندنا آخر مركزين، وأتوقع إن بقى السنة الجاية ممكن يختفوا لأول مرة في التاريخ من تشكيلة السنة، اللي هما افضل اتنين في تاريخ كرة القدم، افضل اتنين احنا عصرناهم في تاريخ كرة القدم. اول واحد على اليمين ليونيل اندريس ميسي. اوكي جبت النسخة دي عشان تعرف تلعب في الار ام اف، عشان النسخة التانية ممكن ما تلعرفش تلعب. لكن اخر واحد برضه اللي هو التورنادو الجوليادور كريستيانو رونالدو. هاتلنا على طول برضه جبت النسخة دي لأنها أفضل نسخة بتقف في المركز ده. فأيها السادات والسادة، رسمية اكتملت أفضل تشكيلة وبنفس الخطة اللي هم عاملينها وبنفس كل حاجة، أفضل تشكيلة من الفيفا المقدمة من الفيفا لسنة 2021. اتنين بيلعبوا برجلهم الشمال من ناحية اليمين، واتنين بيلعبوا برجلهم اليمين من ناحية الشمال، كريستيانو وليفاندوسكي. والله التشكيلة حلوة يا جدع، تشكيلة حلوة، لكن ناقصها اللعيبه اللي كانت المفروض تتواجد فيه التشكيله نفسها. اول واحد اكيد 100% كلنا عارفينه اللي متواجد في افضل 3 لعيبه في العالم، يعني في المركز الثالث، في المركز الثالث وما خدش في مركز في تشكيله السنه، ما تفهمش ازاي الموضوع بيمشي. لكن خلينا نجيب افضل لاعب بالنسبه لنا حاليا اللي هو ابو مكة ابو صالح. هاتهن على طول. السنغالي ماندي اتهن على طول. ممكن كنت اجيب الشناوي، بس في ناس يقعد يقول لك واسطه ومش واسطه ومش عارف ليه. لكن اللي بعده هيكون افضل لاعب في تاريخ هذه الام اللي هو الفرنسي الحكومه كريم بنزيما. اتهن على طول. هزلت الفيفا يا جدع عشان تختار هالاند وما تختارش الحكومه. هزلت. مهاجم برضه ممكن يكون لاعب ريال مدريد بعد اقل من 6 شهور، اكيد عرفتوه، الفرنسي دي الكليان دي لمبابي، وكان ممكن يتواجه طبيعي جدا بدل النرويجي. فاتلنا على طول كليان ابن حمدان. يلا اللعبه كلها انا بحطها دلوقتي مش هلعب بيها خالص، حتى لو اللعبه اللي موجوده دي مش عايزه تلعب فغصب عني هلعب باللعبه دي، لان هي دي تشكيله السنه وهي دي التشكيله المفروض اجربها. اوكي فاضل 3 لعيبه والخيارات بدات تقل، لكن انا هجيب مدافع، والمدافع سيكون هو اللي كان المفروض يتواجد بدل دافيد ألابا. الصراحه ما اعرفش ليه اختاروا دافيد ألابا عنه، لكن هو البرازيلي الباريسي الماركينوس. اتون على طول. يلا ماركينو. اوكي تكلفه اللاعبين الاجماليه تخطت المبلغ عشان باريس سان جيرمان يشتروا ب 60 ولا 70 مليون يورو اللي هو ابو اشرف حكيمي. تون. اوكي تبقى مركز هو ميخيل برونو فرنانديز البرتغالي. اتون على طول. التشكيلة اكتملت والاحتياط اكتمل، لكن في حاجة واحدة ما اكتملتش، روح الفريق 46 وانا عمري بلعب بالروح دي. ادي النيل اخرهم 85، خلاص اخرهم 85 وكل واحد ممكن يخسرني الماتش، لكن اهم حاجة ان احنا سنجرب بينا على طول. خلينا نلعب بيها. اوكي يا رب يكونوا بس عايزين يلعبوا لان الروح مش بايظه ومش كمان. ادي النيلا كانتي، ادي النيلا كانتي انا هلعب عنك غصب عنه. بونوتشي كمان يا دي النيلا جدع. لكن قبل ما الماتش يبدا يا جدع عايزين كل واحد عن يجلد ابو زرار لايك جلدان. الله الليفا كيفن النرويجي كيفن يا دي النيلا ما وصلتش لكيفن. كيفن انجولو كانتي، انجولو كانتي مش عارف تعملها انجولو. ينقولوا بونوتشي، بونوتشي لينجولو،
تعملها بنوتش. بنوتش يعني دماغه هبت منه وراح يهاجم. ليو 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 ليفربول ليفاندوفسكي على طول يجلد ولا يبالي. ليتس جو جد ليفربول ليو 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 كوراكس. اوكي خل بقى التشكيله دي اعملها بايكو مومنت وكده. اوكي ليو جاي عليا ليون ميسي. يو الله عليك يا دوناروما حلو. اوكي كيفن كيفن راح كيفن يديها لجورجينو. جورجينو للنرويجي. النرويجي يقطعها منه واحد اللي هو مالديني بينه وبيكن باور. كيفن دي بروين رجعها يديها لانجلو. انجلو كانتي اللي يقول هالاند. هالاند اللي يقول ليفاندوسكي اللي كان مديها لهالاند اللي يقول ميسي. ايوه حلوه دوناروما. دوناروما متالق في الناحيتين يا جدع. شنو اي اللي ليو 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 دوناروما بقى لعب ترى كورتين صدتها من ميسي يا جدع. كورتين رونالدينو 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 ادي رونالدينو انسى يا جدع. ما بين اربعه ومش عارفين يطلع منه. والله كان ما بين اربعه ده الجبروت ده رونالدينو. الله عليك يا كيفن. كيفن يجلد كيفن يجلد لليفا الليفا لليو ليو لليفا لليفا الليفا هالاند النرويجي. حكم حكم كسرني من خمس ثواني. حكم مين اللي هيشوط الضربه الحره دي؟ خلينا نجربها باحسن واحد. يلا خليها ديفيد الابا. ديفيد الابا هو اللي يشوط. ديفيد الابا ديفيد الابا بسرعه ديفيد بسرعه ديفيد. اوه جدع هذا ابيض يا ابن المرينجي. ابن المرينجي يقول لك لا ليه 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 انا استاهل اكون موجود في تشكيله السنه. ليه قال ميسي لا 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 يا عادي نورو ما وحش. ها يا حتى ابوك. لا حتى ابوك ما كانش قصده. حتى ابوك ما كانش قصده. حتى نورو ما نورو ما انقذني نورو ما يا بني. اوكي هسع حكم المستوش حلو حكم. هلند هلند يلعبها جورجينو. جورجينو شوف الهجوم يا جدع. كم واحد في الهجوم بيجري كم واحد في الهجوم بيجري كم واحد في الهجوم بيجري. النرويجي الليفا الليفا ديمبي وانا وشي فيه اثر ضرب. ليفاندوفسكي جاب جولين بالطريقه دي. جولين جولين بس بياخد الكره يلاقي الشبكه فاضيه يقعد ثلاث ثواني قبل ما يشوط. كيفن لكريستيانو. كريستيانو حكم حكم هذا ليس عدلا يا حكم. اوكي كريستيانو هل ستاتي بها من هنا يا جول يا دار؟ مش عارف حاسس ان انا واثق فيه ان هو هيجيبها من هنا. التورنادو اوروبا يا سيدي. رونالدينو ربنا يستر. لا 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 دوناروما وحش. الله لا الحمد لله جدع شفت نقوله كانتي. الله يدفع لوحده بيلعب لوحده والله من غير تدق. لا 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 دوناروما دوناروما يا دمي. برافو عليك. هنخليها 6 2 بعون الله. الله جورجينو الليفا الليف يا جدع اهدى يا جدع اهدى اهدى الليف. ليفاندوفسكي النهارده مش طبيعي والله ما طبيعي يا جدع. جواله كلها بتيجي على الرايق ده من غير اي جهد اي جهد من غير ما تنزل له نقطه عرق ولا نقطه مجهود يعملها. لا ساع روح الحكومه الله على الباص على كريستيانو من غير ما يبص. الحكومه الحكومة 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 يا دي النيلة. ده كان اتنين على واحد. اوكي برضو تاني يا جدع خلاص يعني نفس اللقطة تعاد نفس اللقطة بالتمام والكمال نفس لقطة ليفاندوفسكي. هل هي 6-2 زي ما قلنا؟ هل هي 6-2؟ هل هي إعادة لذكريات برشلونة والريال؟ نجيب بك ايه هاجم؟ نجيب بك ايه؟ ساعة الحكومة 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 حكام 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 حكام. اوكي اوكي بنزيمة بنزيم البنزيم اوروبا التورنادو. كريستيانو راح السي الهالاند الهالاند تسلل لملاء كولاسو. يا نهار ابيض على الهدوء.
النساء مشكلة السنة جدع جلدت سبعة بالسبعة تجربة بالسبعة. روح النرويج النرويج ميخيل ميخيل يا جدع يا جدع. برونو فرنانديز سجل جولين كده وده سجل تلات جوال. ليفاندوسكي مسجل تلات جوال. خلاص يا جدع هتنسحبش دلوقتي خلاص والله هينسحب هينسحب يا جدع. وانا كنت تقيل قوي. ما خلاص الماتش خلص الماتش خلص يا راجل يا راجل. لا تنسحب يا راجل تك يا راجل. الدقيقة 95 لو احنا تسرطنت خلاص المحكمة هيخلص. ما تنسحبش دلوقتي خلص الماتش هتاخد 5000 جنيه.